النهاردة بإذن الله هنتكلم عن أورجن من أهم الأورجنز في الجي آي تي، هو الليفر. الليفر أو الكبد هنتكلم عليه أولا من حيث الفانكشنز، وظائف الليفر. الليفر كل حاجة تقريبا بتحصل فيه. يعني هقولك الليفر مخزن، الليفر ليه علاقة بالميتابوليزم، بيصنع حاجات، بيتخلص من حاجات. فالكبد من غيره ما نقدرش نعيش، it is essential for life. فالبداية عندنا كفانكشن هقولك ان الليفر هو ريزرفوار للدم، هو مخزن للدم. يعني هو بيخزن جواه تقريبا من 200 الى 400 ملي، او اقصى حاجة 450 ملي بلد، بيخزنها بين الهيباتيك فينز اند ساينوسويدز. طبعا اهمية المخزن، لو حصل هاموريج او نزيف لازم الليفر يطلع من المخزون بتاعه، فدي مهمة جدا في النقطة الاولانية. طيب النقطة التانية، الليفر ليه كلينينج فانكشن. طبعا كلينينج باين من اسمها، التنظيف. لو في اي فورين بودي دخل عندنا، الليفر جواه سيلز هسميها ماكروفيج، الخلايا الاكولة. لو تفتكروا قلناها قبل كده في فيديوهات البلد، نوع الماكروفيج اللي موجود هنا بسميها كفر سيلز، ودي نقطة مهمة قوي. طبعا كلمة كفر معناها نحاسية، الخلايا النحاسية، او جاية من كلمة الكبر، كفر سيلز. طيب يبقى دي نقطة تانية. النقطة التالتة هو الميتابوليزم. دايما كتاب الميتابوليزم كله موجود في الليفر، بمعنى كربوهيدرات. نفترض الجلوكوز قل عندنا في الدم، فاحنا عايزين نكسر الجلايكوجين الى جلوكوز. ده الكلام ده بيحصل في الفاستنج ستيت وانت صايم. طيب ازاي احول جلايكوجين الى جلوكوز؟ جلايكوجيناليسيز، التكسير. يبقى اول حاجة في الكربوهيدرات لازم تتكلم عن احتمالين، فاستنج وانا صايم، وانا واكل فيدنج ستيت او فاد ستيت. وانت صايم انت عايز تكون جلوكوز باي شكل، يبقى قدامك الجلايكوجيناليسيز، ودي مهمة قوي، او نصنع الجلوكوز جلوكو نيو جينيسيز. طبعا الكلام ده بيتعكس تماما اثناء الفيدنج استيت. في معلومة عايز افكرك بيها، قلناها في الكريبس سايكل، ان اللاكتيك اسيد يتحول الى جلوكوز. ده مهم قوي، ريسايكلينج. اللاكتيك اسيد خطير، ممكن يأثر على البي اتش، ممكن يعمل ماسل كرامب، فلازم يتحول الى جلوكوز جوه الليفر. يعني الليفر ده كل حاجة بتحصل جواه. طيب نتكلم على نقطة تانية مهمة، فات ميتابوليزم. طيب انت في الفات عاوز فاتي اسيد، انت عاوز انرجي، عايز طاقة، عشان كده الليفر يساعدك على اوكسيديشن اوف الفاتي اسيد. دي حاجة. الحاجة التانية انه بيكون لايبوبروتينز، كلنا عارفينها من البايو، لو دنسيتي
لايبوبروتين او هاي دنسيتي لايبوبروتين او فيري لو دنسيتي لايبوبروتين. خلي بالك ان اللو دنسيتي لايبوبروتين ليها علاقه بالابتيك اوف الكوليسترول، هو اللي بيمنع الكوليسترول انه يترسب في الوول، يعني بيمنع تصلب الشرايين او الاثيرو اسكليروزس. ده في نقطة كمان مهمة قوي، ان الليفر بيصنع كوليسترول، ودي في غاية الخطورة النهاردة. هتقول لي يا دكتور المعلومات لغاية دلوقتي بايو كيمستري، لكن البايو متداخل معانا بشكل كبير. الكوليسترول 80% منه بيتصنع جوه الليفر، واقدر اكون من خلاله بايل سولت. طبعا انا هقول لك التفاصيل باذن الله. يعني الكوليسترول هو الماده الخام اللي اعمل منه املاح البايل. البايل هتعرفوا معايا ليه علاقه مهمه قوي بهضم وامتصاص الدهون، يبقى لازم الليفر يكون عنده المادة الخام اللي كون منها البايل سولز. كل الكلام ده على الفات. طب نتكلم على البروتينز. هنا عاوز افكرك بكلام قلته في فيديوهات البلد من قبل. قلتلك ان الليفر هو مصنع لكل البلازما بروتينز ما عدا الجاما جلوبيولين. لو تفتكر بتتكون من الريتيكولو اندوثيليال سيستم. يبقى اذا ذكرنا البروتين يبقى لازم اقول بلازما بروتينز، ده مهم قوي. طب دي مهمه ليه؟ كلنا عارفين الالبيومين، وقلته في فيديوهات البلد، هو الجارد الحارس على بوابه الكابيلاريز، هو اللي بيمنع خروج المية الزيادة من الكابيلاري إلى التيشو، يعني ليه أوزموتيك براشر. عشان كده لو الليفر فيه مشكلة، حصل فيلير أو فشل، الألبيومين ما يتصنعش، فيحصل فلتريشن زيادة للبلازما إلى التيشو فيحصل إديمة. دايما مريض فشل الكبدي عنده إديمة، تورم في إيديه ورجليه. طب دي أول حاجة. الحاجة التانية اللي بيعملها إن هو بيعمل دي أمينيشن أوف أمينو أسيدز. خلي بالك يعني إيه، بيشيل الأمينو جروب. بس قبل ما أقولك الكلام ده انا عايز اقول لك معلومه مهمه قوي. انا بكسر البروتين عشان اطلع امينو اسيدز، ماشي. الامينو اسيد ده هو احد مصادر الجلوكونيوجينيسيس. في البايو قالوا لنا معلومه مهمه قوي، قالوا علشان تصنع الجلوكوز عندك اكتر من مصدر، انزيمز جوه الليفر تساعدك على التصنيع، عندك امينو اسيد نواتج البروتين برودكت تساعدك على تصنيع الجلوكوز، ودي نقطة مهمة قوي. طيب حاجة كمان، كلنا عارفين الامونيا. الامونيا احنا لو سبناها كده هتموتنا. ليه؟ لان الامونيا بتعدي حاجز بين الدم والمخ اسمه blood brain barrier، فالامونيا دي تدخلك في غيبوبة كبدية، تفقد وعيك تماما. عشان كده بنقول اذا زادت الامونيا بتعمل حاجة اسمها hepatic يعني liver انكفالوباسي. خلي بالك ان كلمة باسي
معناها باثولوجي، معناها مرض. وانكفلوا يعني برين، غيبوبة كبدية. دور الليفر ايه؟ انه يحول الامونيا الى مركب اقل توكسيستي اسمه يوريا، اللي بيسموها بالعربي البولينة، يوريا. فنحول الامونيا الى يوريا، اتقي شر الامونيا. معلومة هقولها لك النهاردة وهتعرفها بعدين، اليوريا مش كلها ضارة زي ما دكاترة البايو دايما بيقولوا، لا، في جزء من اليوريا مفيد، يساعد على الأوزمولاريتي. كلام ده هنقوله مع فيديوهات الكدني السنة الجاية. يعني بيساعد الملح انه يسحب المية. يعني لو جيت سألتني عن اليوريا انا هقولك 50% مفيد و50% ضار. دايما كل حاجة ربنا بيخلقها ليها جانب مفيد. طيب يبقى دي نقطة مهمة. في حاجة كمان، ايوة، المعروف ان الليفر بيصنع كل الاسنشيال امينو اسيدز. دكاترتنا زمان الكبار علمونا ان الليفر هو مطبخ الجسم، هو المطبخ. الست لما تيجي تطبخ اي اكلة لازم في مادة خام دخلالها بتعمل منها الاكلة دي، وفي نفس الوقت تتخلص من السموم او المواد الزايدة عن حاجتها. لغاية دلوقتي الليفر عمل كده، صنع امينو اسيد اسينشال وتخلص من الامونيا، حوله الى يوريا. الليفر صنع جلوكوز في وقت الحاجة اليه. الليفر صنع لايبو بروتينز زي ما هو عايز الليفر. طيب بالنسبة للميتابوليزم، مش بس مقصور على كربوهيدريت وفات وبروتين، انت عندك كمان في الميتابوليزم هو تخزين الفيتامينز. يعني الليفر شغال كستورج، وده مهم جدا. دايما ست البيت الشاطرة بتخزن الحاجة، بتخزن الحاجة للصيف الجاي، للشتاء الجاي، مش كل حاجة تترمي، لا، حاجة دي ممكن تفيدني بعدين لو انا عاوزاها. الليفر كده مطبخ، عمل ايه؟ قال انا هخزن فيتامينز، والفيتامينز دي عندي زي فيتامين ايه وفيتامين دي. ونقف شوية عند فيتامين دي. فيتامين دي دكاترة البايو قالوا ان هو ليه كيميكال فورمولا. الكيميكال فورمولا بتاعته هو 1:25 داي هيدروكسي كولي كالسيفيرول. ده الاكتف فورم بتاعه. طب ايه علاقة الليفر بالكلام ده؟ الليفر هو عنده الاو اتش في البوزيشن، في البوزيشن 25. ده مهم قوي. يعني اقول لك عنده 25 او اتش، هتقول لي بس الاكتف فورم او اتش في مكانين، في 1 و25، او بوزيشن 1 ده اللي هيجي يكونه هو الكدني. يعني 25 او اتش كولي كالسيفيرول هو الاساس، الماده الخام اللي موجوده في الليفر. هتقول لي طيب هو الفيتامين دي ده مهم لايه؟ فيتامين دي مهم لاي عظم، هو اللي بيزود الكالسيوم في البلازما. ده مهم قوي، مهم للبون مينراليزيشن، مينرال قصدي بيها التعدين. هو اللي مهم لان شبكه العظم تكون شبكه قويه. فيتامين دي بنعتبره حاليا هرمون
مهم جدا، يعني اقول لك فيتامين وفي نفس الوقت هرمون. طيب انا بخزنه، انت عارف التخزين ده يمنع النقص بتاعه قد ايه؟ من 3 إلى 4 شهور. يعني انت تستفيد من المخزون 3 4 اشهر، معلومة في غاية الأهمية. كمان الليفر بيخزن البي 12، فيتامين بي 12. بس قبل ما اجي اقول لك بي 12 اقول لك معلومة مهمة، هو بيخزن الفيتامين اي لمدة 10 شهور. تخيل قرب سنة انت ما عندكش مشكلة في فيتامين اي، وتلات اربع اشهر فيتامين دي. والفيتامين بي 12 انا افضل اخزنه وامنع نقصه سنة سنتين. ربنا عظيم جدا، عامل لك مخزون بكميات كبيرة فيتامين بي 12. احنا عرفنا اهميته في فيديوهات البلد قبل كده، ان البي 12 مهم لحاجتين، للسل دي فيجن بمساعدة تترا هيدرو فوليت، وليه نيورولوجيكال مانيفستيشنز، هو اللي بيكون الميلين شيس حوالين الأعصاب، هو اللي بيساعد الكهرباء تتنقل بسرعة فروم نود تو نود، يبقى أنا مخزن. طيب هل الليفر بيخزن فيتامينز بس؟ قال لك لا، الليفر كمان بيخزن الحديد ستور اير. وهنا افكرك بفيديو البلد لما قلت لك ان الليفر جواه فيريتين، وفيريتين هو اللي بيخزن الحديد. حتى انا قلت لك ان الابو فيريتين يتفاعل مع الفرس فيعمل فيريتين. حتى في البلاد قبل كده قلت لك ان مخزون الحديد مهم، اذا قل الحديد في الدم نطلع من المخزون بتاعنا فيريتين ريليزس اير. حتى الناس عامه الناس عارفين معلومه مهمه قوي، ان الكبده لونها احمر لانها مليانه حديد، ودي معلومه لازم تكون عارفها كويس قوي. طيب يبقى لغايه دلوقتي قلنا ان انا مخزن للدم، وانا مخزن لفيتامينز، ومخزن لاير، انا بنظف، انا ميتابوليزم. طيب هل ليك فوائد تانيه؟ قال لك اه، الليفر ليه اندوكراينال فانكشنز، طبعا دي هتعرفوها السنة الجاية، ليه علاقة بالغدد. يعني الليفر ده كأنه غدة، اندوكراين، غدة بتفرز هرمون. خدنا هرمون السنة دي في البلد إريثرو بويتين، ده الهرمون اللي بيكون الريد بلد سيلز. تمام، الليفر كمان ليه علاقة بالفيتامين دي، وانا قلت ان الفيتامين دي از هرمون، ده مهم. الليفر بيكون التي 3 اللي هو تراي ايودو سايرونين، ده اللي بيتفرز من السيرويد جلاند او الغدة الدرقية. الليفر كمان ليه علاقة بتنظيم ضغط الدم عندك، مش هقول التفاصيل، هنعرفها مع فيديوهات الكارديو فاسكولر الترم التاني. ده كمان الليفر بيعمل حاجة مهمة قوي، يقولك انا زي ما بساعد ان انا بصنع هرمونز، انا كمان بصنع جروس فاكتور. الجروس فاكتور او عامل النمو بيساعد على البون جروس، ده مهم قوي. يعني ايه معنى الكلام؟ نفترض دلوقتي ان انا عندي بون
والبون دي انا عايز اعمل لها نمو. نمو العظمه بيبقى بالعرض وبالطول. يعني دكاتره الهيستولوجي يقول لك البون جروس لازم يكون كده ترانسفيرس ولونجيتيودينال جروس، تكبر العظمه بالعرض وبالطول. عشان اكبرها انا محتاج هرمون اسمه جروس هرمون، اختصاره جي اتش. الجروس هرمون قال لنا انا ما اقدرش اشتغل لوحدي. قلنا له طيب تشتغل ازاي؟ قال انا لازم انشط الليفر، ستيميوليت ذا ليفر، علشان الليفر يطلع لي عامل مساعد ميدييتور. الميدييتور ده يساعدني في اداء مهمتي. يعني الجروس هرمون عامل زي واحد غني جدا عايز يعمل لنفسه قصر، بس مش هو اللي هيبنيه، فراح للليفر. اعتبر الليفر دي شركة هندسية، قال له انا عايزك تتفق لي مع مقاول. المقاول ده اسمه ايه؟ انسولين، اولها اي، جروس فاكتور 2. طبعا في 2 وفي 1، فانسولين لايك جروس فاكتور. انا عايزك تطلع لي الجروس فاكتور وبالاخص 1. طيب الجروس فاكتور ده مش ده مقاول؟ اه. يعمل ايه؟ المقاول دايما بيشغل عمال عنده، فالانسولين جروس فاكتور 1 راح للكارتليج سيلز، للخلايا الغضروفية، عمل لها بروليفيريشن، تكاثر. ما هو انا لازم اجيب عمال كتار يشتغلوا معايا. ده مش بس كده، وحط كوندرويتين صلفيت، مادة معينة اترسبت في الكارتليج، وقلنا هنكبر البون بالعرض وبالطول عشان كده الليفر يساعد على النمو. هنعرف الكلام ده السنة الجاية. اللي عنده ليفر فيلير، طفل صغير، نموه بيقل. اقول لك جروس ريتارديشن، تأخر في النمو. يعني الليفر بيعمل كل ده؟ لا، ده لسه في فوائد تانية بيعملها الليفر. الليفر بيصنع الجلوبين بارت اوف هيموجلوبين. كلنا عارفين ان الهيموجلوبين هو رمزه اتش بي. طب ما في جزء حديد هيم وجلوبين، طب ما الجلوبين ده از ا بروتين، ده مهم قوي. خلي بالك لو عندك ليفر فيلير ممكن يجي لك انيميا بدرجه معينه. الليفر كمان بيساعد على الكلوتينج. ليه؟ لان الليفر هو المكان الوحيد لتكوين الفايبرينوجين والبروثرومبين، تمام، والفاكتورز. لو تفتكر دايما اقول لك ايه، الكلوتينج فاكتورز بتتصنع في الليفر، وده مهم قوي. يعني 2 و7 و9 و10، كل دول بيتصنعوا في الليفر، وفيتامين كي مهم لتصنيعهم. عشان كده اللي عنده ليفر فيلير هلاقي ان الكلوتينج تايم بتاعه هيطول عن الطبيعي، ده مهم جدا. بدل ما يحصل من 4 إلى 8 دقايق، لا، المدة هتطول عن كده. لسه مكملين في الفانكشنز اوف ليفر. الليفر ليه علاقة بالميتابوليزم كمان. هتقول لي يا دكتور ما خلاص انت قلت كربوهيدرات وفات وبروتين وفيتامينز
وايرن، كل ده ميتابوليزم. ايه تاني؟ وان هو كمان مهم للسبيسيفيك دايناميك اكشن. لو تفتكر فيديوهات الميتابوليزم السنه اللي فاتت، انا قلت لك لو كلت كباب بتسخن، بتسخن بعد ساعه وتوصل للبيك بعد 4 ساعات او 5، وبعد كده اكله الكباب بالدفى اللي عملته لك تاثيرها يروح بعد 12 ساعه. وقلنا يعني ايه سبيسيفيك دايناميك اكشن، يعني ميتابوليك اكشنز خاصه بالليفر. وتاكدنا من الكلام ده ان احنا لو شلنا الليفر في اكسبيريمنتال انيمال واكلناه بروتين مش هيسخن، مش هيدفى، يبقى ليها سبيسيفيك دايناميك اكشن. كتاب الميتابوليزم كله بتاع البايو في الليفر. الليفر هو مطبخ. انا لسه قايل لك ان المطبخ يتخلص من المواد السامه زي الامونيا. ده كمان الليفر ليه دور مهم قوي، دي توكسيفيكيشن اوف ادراج. اي دواء لفتره عمل معينه بعد كده لازم يتكسر في الليفر، والا هيبقى له اعراض جانبيه سايد افكتس. عشان كده الليفر مهم قوي ان يكسر لي اي دواء، دواء زي مثلا السلفا سلفونا مايد ما ينفعش يكمل بالمنظر ده، امبيسيلين بنسيلين، معظم الادويه لازم تتكسر في الليفر. طب نفترض عندي ليفر فيلير، ايه اللي تتوقعه؟ زياده التسمم من الدواء، توكسيستي اوف دراج هيزيد جدا معانا، دي مهمه قوي. خلي بالك انه الليفر بيفرز البايل وقلنا من الكوليسترول. هتعرفوا معايا ان البايل جواه مواد نافعه ومواد ضاره. المواد المفيده زي البايل سولت هنشرحه تفصيليا، ماده ضاره اسمها بيلي روبين. عشان كده الليفر يتخلص من البيلي روبين ومن الامونيا والدراجز، يعمل لها نزع للسميه، دي توكسيفيكيشن. كل الكلام ده بالنسبه للليفر. عايز اركز على معلومه مهمه، فيتامين دي اذا ما تخزنش كفايه نتيجه فشل كبدي بيعمل هشاشة في العظام. يعني كلمة هشاشة؟ العظم ده بتاعنا يتحمل الصدمات، شوك ابزوربر. فلو الفيتامين دي ما تخزنش كفاية يبقى مش هيقوي شبكة العظم، وبالتالي هيحصل حاجة اسمها اوستيو. اوستيو يعني عظم. بص بقى اللي جايه، ماليشيا. كلمه مال معناها سيء، ماليشيا، مال دي بالفرنساوي، اوستيو ماليشيا او اوستيو بوروزيس. بور يعني فجوات، يعني تلاقي شبكه العظم بتاعتك مخرمه، فيها مشكله كبيره جدا. طيب كده احنا قلنا علاقة الليفر بوظائف كتيرة جدا. عايزين نتكلم على اول جزئية عندنا وهي البايل. بالنسبة للبايل هنتكلم عليه في السكريشن زي ما قلنا في كل السكريشنز السابقة، فوليوم وبي اتش وكونتنت. دايما تلاقوا العناوين ثابتة في أي سكريشن في الجي اي تي. طيب الفوليوم بتاعنا
تقريبا لتر. يعني المراجع يحط لك دايما رينج 250 ملي الى 1 لتر. عايزك تفتكر معايا ال HCl كان 2 لتر تقريبا. طيب ال pH، ال pH is alkaline، وده مهم قوي. احنا عايزين نعمل نيوتراليزيشن للاسيد. هتلاحظ معايا كل السكريشنز الكالاين ما عدا ال HCl. طيب بالنسبه للكونتنت، البايل بيتكون جوه الليفر وبيتكون في مكان اسمه هيباتوسايتس، خلايا الكبد. خلايا دي بتطلع البايل في كاناليكيولاي، قنوات صغيرة جدا. القنوات دي هيمشي فيها البايل وبعد كده يطلع بره الليفر. هنا في قناة اللي انا حاطط عليها السهم دلوقتي، القناة دي خارجة من الليفر فهسميها هيباتيك دكت. تمام، ماشي فيها البايل. فعشان كده بقول لك ان الدكت دي ماشي فيها البايل، فلازم يبقى البايل ده الكالاين. طيب عندي سؤال دلوقتي، الكالاين ليه؟ لان فيها صوديوم باي كربونيت وده ايكوس سكريشن. افتكر معايا في فيديوهات البنكرياس انا قلت لك ان الصوديوم باي كربونيت ده ايكوس والكالاين. طب تمام. طيب في حاجه اورجانيك تكوينه من البايل، والاورجانيك ده هنقول عليه بايل سولت الاملاح زائد ليسيسن. تمام، وده نوع من الليبيدز. تمام، زائد كوليسترول وبيليروبين. ادي الكوليسترول اهو، ده لازم يبقى موجود. وقلنا ان البيليروبين هو النفايات اللي عايزين نتخلص منه، ليه ميتابوليزم خاص بيه. طيب يبقى انا عرفت البايل من حيث الفوليوم والبي اتش والكونتنت. طب قبل ما نيجي نكمل كلامنا، عندنا سؤال، هل البايل ده جواه دايجستيف انزيمز؟ لا، ده بعكس البنكرياس. فاكر البنكرياتيك السيناي وقلنا انزيم لهضم كربوهيدرات وفات وبروتين، يبقى انا نو دايجستيف انزيمز، لا ما بهضمش حاجه جوايا. ده البايل بيعمل كده. ايوه البايل سولت هيهضم الفات، الفات اللي نزل في الانتستين، لكن انا بقول لك البايل نفسه. طيب معلومه مهمه قوي لازم تكون عارفها، ان البايل سولت علشان يتكون محتاج بايل اسيد. فانا دلوقتي هقول لك معلومه بايو كيمستري قد تكون مش مكتوبه في كتب فيسيولوجي كتير حاليا، لكن المعلومه دي هتعرفك انا ازاي بكون الملح. فهعملها بشكل كبير هنا عشان نفهم الفكره. دكاترة البايو قالوا ان انت عندك نوعين من البايل اسيدز، نوعين، نوع اسمه برايمري اولي وده اللي موجود في الليفر، ونوع تاني سكندري وده موجود في الديودينم او الانتستين. طيب احنا بنتكلم على الليفر يبقى برايمري. البرايمري بايل اسيدز هما حاجتين، واحد اسمه كينو ديزوكسي، خلي بالك كينو ديزوكسي كوليك اسيد، ده الاولاني. والتاني اسمه
اسمه كوليك اسيد فقط. يبقى انت عندك كينو ديزوكسي وعندك كوليك اسيد، هما اتنين. طيب جوه الليفر متصنعين جواهم. طيب الاتنين دول عشان يتحولوا الى ملح في شرط اساسي عندنا، مسكهم في الجلايسين او التورين. يعني الاتنين دول جوه الليفر لازم يمسكوا في الجلايسين والتورين. هتقول لي ايه دول؟ دول اسينشال امينو اسيدز متكونه في الليفر. الليفر بيستفيد بكل امكانياته بكل طاقته، اي حاجه بصنعها لازم استفيد منها. فمسك الجلايسين او التورين في البرايمري بايل اسيدز، فبقى عندي جلايكو كوليت او تورو كوليت ومعاهم بوتاسيوم، وقلت عليها بايل سولز. يبقى الاتحاد كون لي ملح، امسك في صوديوم اقول لك صوديوم جلايكوكوليت او بوتاسيوم جلايكوكوليت، صوديوم او بوتاسيوم تورو كوليت. الان تكون بايل سولز. تعالوا بقى نكمل الرسمه بتاعتنا. طب اتكون بايل سولز، نزل اهو في الهيباتيك دكت. طيب الهيباتيك دكت هل هي القناة الوحيدة اللي بيمشي فيها البايل؟ قال لك لا، انت عندك كمان قناة تانية اللي انا احط عليها السهم دي، والقناة دي هي اللي خارجة من الجول بلادر. الجول بلادر هو المرارة اللي انا بظلله. يعني انا عندي قناة، قناة دي خارجة من الجول بلادر. طب القناة دي اسمها ايه؟ اسمها سيستيك دكت. ده سيستيك دكت، ودي اسمها هيباتيك دكت، ويتحد الاتنين مع بعض اهم، ينزلوا في مجرى مشترك، مجرى مشترك للبايل، فهسميه كومن سي، بايل بي، دكت دي، كومن بايل دكت، قناة مشتركة للاثنين معا. الاثنين هيتحدوا في القناة دي. طب القناة دي تصب فين؟ في الانتستين، وادي الانتستين بتاعي، الاسطوانة دي هو الانتستين. طيب الكلام ده ماشي، مفيش شي مشكلة. طيب البايل سولس دي هل يا ترى طول الوقت نازلة في الكومن بايل داكت في الانتستين؟ اقول لك لا، احنا لازم نعرف ان ما بين الاكلة والاخرى لازم يتخزن البايل في الجول بلادر. عشان كده انا عايز اتكلم دلوقتي على تلات احتمالات مهمة بين الاكلة والتانية واثناء الاكلة وبعد ما الاكلة خلصت. طبعا كلامنا كله على الفات على الدهون. فنيجي نتكلم دلوقتي عن الميلز الوجبات، واقول لك الاحتمال الاولاني. الاحتمال الاولاني in between meals، شيء طبيعي انا دلوقتي ما اكلتش فات، يبقى انا مش من مصلحتي انزله في او انزل البايل في الانتستين. يبقى لازم البايل وهو داخل في هذا الممر اهو، فاخزنه هنا، اخزنه عند الجول بلادر. طب يتخزن ازاي؟ قالوا ان الجول بلادر ليها محبس. انت لو جيت بصيت على الجول بلادر اهي، ليها محبس اللي هو الجزء اللي انا عامله بالاسود ده، الدايره السوداء. المحبس ده اسمه على اسم الراجل اللي اكتشفه، اودي. في بعض الناس يقولوا اوداي، بس انا ميال اكتر
لكلمه اودي سفنكتر اوف اودي محبس اودي. المحبس ده لازم كونتراكت. هقول لك ان الباور اوف سفنكتر اوف الاودي اقوى من الكونتراكتايل فانكشن اوف ذا وول اوف جول بلادر. يعني الوول عايز يعمل كونتراكشن، لا السفنكتر المحبس قافل وبقوه، مش اي كونتراكشن هيزق البايل، لا يا بايل انت هتتخزن هنا، انا مش محتاج امشيك في الكومن بايل داكت اللي انا بشاور عليها عشان توصل للانتستين. يبقى ده ان بتوين ميلز. طب الاحتمال التاني، الاحتمال التاني بقى هو الميلز، اكلنا اكلنا، يبقى لازم الليفر يصنع البايل طبعا بالبرايمري بايل اسيدز مع جلايسين تورين مع صوديوم وبوتاسيوم، يمشي في الهيباتيك داكت مع اللي متخزن من الجول بلادر، ثم ننزل للانتستين. ده لو في اكله. طب يا ترى البايل سولت هيعمل ايه في الانتستين؟ ده بقى موضوعنا الفيديو اللي جاي. يعني هنا الانتستين جواها الفات، جواها الدهون، هنتصرف ازاي معاها؟ ده مهم قوي، هنعرفه المرة الجاية. طيب يبقى دي نقطة مؤجلة. طب النقطة الثالثة بقى، الأكلة خلصت خلاص، يبقى احنا عايزين البايل سولت بعد ما كمل مهمته في هضم وامتصاص الدهون اللي اشرحها بعد كده، البايل سولت لازم يرجع مرة تانية إلى الليفر، يرجع تاني. وده السؤال غريب قوي، ليه البايل سولت يرجع؟ يرجع علشان تستيميوليت الهيباتوسايتس أو خلايا الكبد إنها تفرز بايل ويمشي في البيلياري كاناليكيولاي، وبايل أسيد مع جلايسين تورين أكون سولت، وهكذا. طيب البايل سولت بيرجع تاني للليفر، بيرجع بنسبة كام؟ 95% منه هيرجع. طب هيرجع عن طريق ايه؟ يعني القوس الأحمر ده عن طريق البورتال فين. البورتال فين ده مهم قوي، عشان كده قالوا ان في دورة دموية مغلقة بين الانتستين والليفر. الدورة الدموية دي هنسميها اسم مهم قوي على السهل، انتيرو، لان ده انتستين، هيباتيك سيركيوليشن، انتيرو هيباتيك، من الانتستين باك تو ليفر تاني. طيب وخمسة في المية فقط من البايل سولت هينزل للكولون، ومن الكولون طبعا للريكتم الى الستولز، هنفقده في البراز. ده خمسة في المية فقط هنفقده. فيجي طالب دلوقتي يسأل سؤال مهم قوي، دكتور انا عايز دليل عملي بالارقام ان البايل سولت بيرجع مرة تانية، ايه دليلك؟ قلت له دليلي حاجة مهمة قوي، ان كمية البايل سولت اللي موجودة في الليفر تقريبا 3.5 جرام. يعني الليفر بيصنع 3.5 جرام بايل سولت. هتقولي ماشي، بس كل أكلة محتاجة تقريبا 15 جرام بايل سولت. يعني كل ما تاكل فات انت محتاج مع كل وجبة 15 جرام. طب نجيبهم منين؟ 3.5 جرام بيمشوا في الكومن بايل داكت، صالوا للانتستين، تفقد منهم
نص جرام بالكتير. يعني المراجع تقول لك 2 من 10 إلى 4 من 10 جرام، ويرجع 3 3. طبعا 3 هيرجعوا مع الثلاثة اللي بصنعهم 6، وننزل ونرجع 3، هيبقى سايكل. يعني انت عشان توصل ل 15 جرام بايل سولت مع كل أكلة، انت محتاج الريسايكل 5 مرات. ما هو التلاتة ازاي هتبقى 15؟ كتب الفسيولوجي تقول لك لا، ده الريسايكل قد يصل من 6 إلى 8 مرات. من 6 لـ 8 مرات، ده مهم جدا، بدليل يقول لك البايل سولت اللي هيتصب في الديودينم تقريبا 30 جرام. يعني انا بقول لك مع كل اكله انا عايز كام؟ 15 جرام. وبيقول لك ان ممكن يصل البايل سولت الى 30 جرام، معنى كده ان الريسايكل تقريبا 8 اضعاف 8 مرات. التلاتة ونص ازاي بقت 30؟ يبقى احنا ضربنا في كام؟ في 8. يعني 3.5 جرام بقوا 30 جرام، يبقى تايمز 8. ده مهم قوي، ريسايكلينج للبايل سولز. معلومة مهمة لازم نكون عارفينها، ان اللي يرجع تاني للليفر علشان ينشطه زي الانتيرو هيباتيك، يقول له طلع بايل من جديد، احنا هنسميه مصطلح مهم قوي، هسميه كولي ريتيك. وكلمة ريتيك يعني يزود السكريشن. يعني اقول لك مين هم الكولي ريتيك، مين اللي ينبه الهيباتوسايت صنع بايل؟ طبعا بيصنعه من الكوليسترول كمادة خام في الاساس. بايل سولت هو رقم 1. عشان كده الفيديو اللي جاي هفاجئك بمعلومة مهمة، ان الكنترول اوف بايل سكريشن اساسه كيميكال. بايل سولت دي حاجة كيميائية. دايما متعودين في الكنترول اقول لك نيرفس قول لي يبقى سلايفا، هرمون الاهم ثم نيرفس ثانيا يبقى بنتكلم على بانكرياتيك سكريشن. التلاتة فيزس كيفاليك جاستريك انتستاينال بتكلم على الاتش سي ال. اما البايل الاهم هو البايل سولت. يعني حط لي كيميكال رقم 1 ثم هرمونال رقم 2، الكلام ده هنقوله الفيديو اللي جاي، ثم نيرفس، ده مهم قوي. طيب الكوليريتكس مين هم غير البايل سولتس؟ عندك اسيتايل كولين، عندك الفيجس ده كوليريتك صديق الجهاز الهضمي اللي بيزود اي سكريشن. وما دام قلت سكريشن يبقى تفكر في سكريتين. يعني انا عندي 3 كوليريتكس، 3 مهمين، اول واحد بايل سولتس وسكريتين وفيجس. طيب الجول بلادر احنا عايزين نعمل لها كونتراكشن، عايز اعصرها واخرج منها البايل. اللي يخرج منها البايل هو الكوليسيستو كاينين السي سي كي. عشان كده قالوا اي حاجة او اي هرمون يعمل انقباض في المرارة تعالوا نسميه بكلمة مهمة قوي، جوج. جوج معناها يحب، زي فيليا معناها انا بحبك، فانا عايز اخرج اللي جواك، عايز اعمل لك كونتراكشن. على فكرة كلمة كولا دي مقصود بيها البايل،
يعني اقول لك او جول بلادر، يعني اقول لك ايه، كولي سيستو، كولي سيستو على بعض معناها جول بلادر مراره، كولا جوج اخرج البايل. يبقى انت عندك مقطعين، جوج يعني كونتراكشن للجول بلادر، الريتك كولي الريتك يعني بزود السكريشن اوف بايل سولت في السكه اللي احنا قلناها. باذن الله في الفيديو القادم هنتكلم فايده البايل سولت ايه هي، طبعا بالتفاصيل نتكلم على الفانكشنز اوف ذا جول بلادر ونبذه بسيطه عن السبلانكنيك سيركيوليشن. بس قبل ما اجي اختم الفيديو انا عايز اقول لك معلومه مهمه قوي، علشان يحصل لك ليفر فيلير لازم في سيمتومز تبان، اعراض. الاعراض دي مش هتبان غير لو 70% من الليفر تيشو اتدمر. انت عندك ريزيرف او مخزون رهيب جدا، تخيل 70% من الكبد لازم يتدمر اولا، 20 الى 30% من الليفر تيشو يساعدك في حياتك. عشان كده بقول لك الليفر مهم جدا للحياه، ده هو بيصنع حاجات ويتخلص من حاجات. من غير الليفر ازاي تقدر تتعامل مع كربوهيدرات، مع فات، مع بروتين، مع ستورج لفيتامينز وتريس اليمنتس. في نهايه هذا الفيديو بفكرك باهم العناوين، فانكشنز اوف ليفر قلناها بالتفاصيل، ودينا بدايه عن البايل، فوليوم وبي اتش وكونتنت، ازاي بنصنع البايل سولت وازاي بنخزنه، بين الاكله والتانيه بنعمل ايه، اثناء الاكله وبعد الاكله لازم نرجع نستفيد منه تاني ويلف كذا مره، واثبتناها بالارقام، التلاته ونص جرام بايل سولت اللي بيتصنع في الليفر ازاي وصل الى 30 جرام في الديودينوم، يبقى ضربناها في 8، ريسايكل 8 مرات، اعادة الدورة. الريسايكل اللي موجود في اوروبا ربنا عاملهن طبيعي، يعني في اوروبا حاططلك طبعا باسكتس ليه ده بلاستيك بس، حط هنا ازاز بس، هنا ورق بس، ربنا قال لك انا هخليك تستفيد مرة تانية من البايل سولت، وهنعرف اهميته باذن الله الفيديو القادم.